عادة ديربي الهلال والنصر لا يركن لمستويات الفريقين قبل المباراة، ربما يكون تأثير ممكن، لكن عادة الندية، المنافسة، الرغبة اللي موجودة عند اللاعبين يكون لها كلمة أعلى في المباراة، ما بين استقبال سمو سيدي ولي عهد للهلال وما بين تجديد سالم وما بين قرارات في إدارة نادي النصر بتنصيب نائب رئيس وتعيين مدير تنفيذي، اللي أنا أستغرب صراحة أنه أنت الجمعة الماضية هذا السيد مارسيلو يكون مدرب الفريق واليوم هو مدير تنفيذي من فني إلى إداري. الفريقين في وجهة نظري يعيشون أزمات يعني متشابهة، الهلال يعيش أزمة مستويات، يفوز ولكن مربك غير مطمئن، يأتي من تعثرين من خلال التعادل، ليس تقليلا في خصمي أو منافسي الهلال في هذه المباراة، إنما من قيمة فنية يملكها الهلال من المفروض أن لا يتعثر أمام هؤلاء الفريقين، وهذا عامل مهم جدا للهلال وممكن يرمي بظلاله سلبا في حال تعثر الهلال في هذه المباراة، أنه تطال الدائرة أنه إقالة المدرب أو تطالب الجماهير بإقالة مدرب الهلال. في المقابل النصر يعيش أزمة مستوى ونتائج، يعني الهلال تخلص يعني طلع خلينا نقول بأقل الخسائر، عنده مشكلة مستويات لكنه أخذ نتائج وهذا اللي خليته قاعد يصحح مساره، لكن في النصر أنت تعيش أزمة مستويات ونتائج، ليش ما قدرت تصير أو خلينا أقول لك تكسب نتائج لأنه عندك مشاكل كثيرة برا الملعب، وهنا اللي خلينا نقول الدائرة اللي أنت لازم تحتويها بشكل إيجابي جدا هذه الأزمات، مين صاحب الخبرة الأكثر، الهدوء، الاستقرار، هو اللي حيقدر يطلع ويعود في المنافسة من جديد وخلينا نقول يدخل السباق بقوة. الهلال أكيد مستقر على نطاق العمل الإداري، على نطاق العمل الفني، لكنه غير مقنع فنيا، وهذا هي علامة الاستفهام اللي ممكن تطال البيت الهلالي. اللاعبين على مستوى المحترفين لا تجد مؤثرين سوى ماريجا والمدافع الكوري، اللاعبين الباقين يؤدون ولكن ليسوا مؤثرين بالحجم اللي يتماشى مع طموح الهلال. في المقابل تجد النصر حالة توهان ما بين عمل إداري خارج الملعب وما بين العمل الفني اللي محتاج مدير فني يدير هذه الدفة. الآن قدم المدرب الحالي يعني متشابهين بطريقة اللعب 4-2-3-1، ولكن الاختلاف في الأسلوب. حيكون النصر غامض بالنسبة للهلال بحكم أنها المباراة الأولى اللي حيلعبها النصر، وهذه اللي ممكن تكون يستفيد منها النصر بالدخول بعنصر المفاجأة في المباراة، عودة بيتي والدقائق اللي لعبها في مباراة الطائي، الروح العالية اللي كانت في المباراة رغم الخسارة تعطيك مؤشر أن اللاعب عائد بقوة وممكن يستبشر من خلاله يعني النصراويين بشكل كبير جدا. ليش لما نقول الهلال يعيش أزمة مستويات؟ في نفس الجولات العام الماضي الهلال كان متصدر الدوري في الجولة 11 والجولة 13، ليش قاعدين نقولها احنا؟ لأنه الهلال متبقي عنده مبارتين يعني، لكن تتخيل أنه الهلال يوم 21 وكان في الجولة 11 24 نقطة، في الجولة 13 كان عنده 26 نقطة، بمعنى أنه الهلال يقدر يعدل الوضع اللي هو فيه لو استطاع أن ينتصر في مؤجلة النصر ومؤجلة الاتحاد أمام تعثرين كانوا من أبها ومن الفيحة، كي تصحح مسارك وتعود بالمسار الصحيح. لكن في المقابل النصر يعني يمكن المختلف أن أنت حالتك الفنية على مستوى اللاعبين جيدة جدا الموسم الحالي خلاف الموسم الماضي اللي عديت فيه أزمة كورونا ومشاكل كثيرة، حطتك في مركز متأخر في المركز العاشر ب18 نقطة. اليوم أنت وأنت متعافي على نطاق اللاعبين ولكن عندك مشكلة فنية على نطاق المدرب، أنت أقل بنقطة واحدة في ب17 نقطة، فيوريك أنه كيف أنت لما ما تحافظ على مكتسباتك وما تبدأ في الموسم بداية صحيحة كيف تؤثر سلبا عليك. فبالتالي هي أنا أعتقد ربما تكون حافز للاعبين النصر لأنه دائما التغيير يرمي إيجابا على مستوى اللاعبين، تجد ممكن تلاقي روح قتالية، كل لاعب يبغى يثبت نفسه أنه أنا الأقدر أو الأجدر على أنه أنا أكون على خارطة الفريق، فهذه ممكن تساعد مدرب النصر بكرة في المباراة. لو فاز النصر ربما يكون عربون اعتذار لجماهيره، ممكن يعود للمنافسة من جديد، ولكن إن خسر الهلال أعتقد حتطال سلبيات كثيرة على مستوى المدرب، وإن فاز فهي ربما رسالة بأنه إحنا صبرنا على المدرب قاعد يأتي بثمارة، محتاجين صبر، محتاجين أمور كثيرة.
يمكن وجود المباراة في العصر ذكرنا صراحة في المباريات اللي لها قيمة كبيرة اللي مر فيها النصر والهلال في الثمانينات في التسعينات، اللي نتمنى احنا نشوف مباراة صراحة على مستوى عالي جدا، مباراة فيها أهداف، مباراة غنية. ونتمنى أضم صوتي لأبو تركي صراحة في مسألة أنه أتمنى أن يكون الحكم على مستوى المباراة، لأنه في جولات ماضية للنصر أو الهلال أو فرق أخرى تم استقطاب بعض الحكام اللي صراحة أقل بكثير من قيمة الدوري السعودي والقيمة الفنية اللي فيه. فاصل قصير بعدها ونعود.